بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معكم زينة شفات المتخصصة في الطبخ الجزائري والحلويات الجزائرية والحلويات الفرنسية. اليوم زينة واش جابت لكم حلوى جزائرية اللي هي الغريبية. الغريبية احنا نعرفوها كانوا يديروها زمان بالزيت. بون بيان سور مازالت حتى لدركا تاع الزيت يديروها بالزيت، مي زينة باش جابتها لكم راح نديرها بسمن. هاد الغريبية بسمن، كانت يما الله يرحمها ديرها بسمن ونخلطوا لها شويه هكذا كومون سابيل، شويه بندق، يعني واش عندنا المكسرات، بندق، لوز، اللي عندكم ماشي بزاف، يعني كيلو ماشي بزاف، 100 غرام، باسكو انا مش راح ندير بزاف. نبداو على بركه الله ونقول لكم واش فيهم المقادير نتاعها. يلا نبداو. واش عندنا في الغريبيه تاعنا؟ عندنا 2 كيلات تاع السمن، 2 كيلات سمن، عندنا دونيزيغ تاع السمن، وعندنا كيلة ونص تاع سكر غلاس. انايا كيلت بهذا قبل ما درت السمن، كيلة ونص لهنا تاع سكر غلاس، وعندي اتبخي هكذا واحد الكيلة درتها، خلطت هنا شوية بندق وشوية هكذا تاع اللوز، خلطتهم. اللي عندكم جوز، اللي عندكم ديروهم المكسرات. والفرينه انايا لما ندير عيني ميزاني، دوك نوري لكم كيفاش ندير وكيفاش لازم نحكموا القوام، هذيك لاباط نتاعنا كيفاش لازم تكون، نوريها لكم. وهنا ثاني شويه خليت شويه كي كنت نرحي خليته خشين باش نديرو من الفوق، دوك نوري لكم كيفاش نبداو. يلا بسم الله نبداو. حنا واش نديرو؟ نحكموا هذاك السمن نتاعنا، نديروه هنايا في سلادي هكذا، السمن ماشي دايبه، السمن تاعنا هكذا، انا زوج تاع زوج كيلات، زوج تاع لي ميزور تاعنا، ونزيدو لهم هذيك الكيله ونص نتاع السكر اغلاس. بسم الله. واش ندير دوك؟ نجيب الباتو، لازم هاد السمن مع السكر نضربوهم بيان، سواء نضربوهم بيان ولا بيدنا، بيدنا نخدموهم، لازم مليح نديروهم باش نبداو نديرو في الفارينة. يلا هاولي دوك نبداو نضربو فيها. بسم الله، نضربوها بيا لازم. شتو كيفاش طلعناها؟ هذاك السمن هذا كيفاش ضربناه بيا مع السكر غلاس، كيفاش رجع عندنا كومين كريم. دركا كي رجع عندنا هكذا كومين كريم، نزيدو له قلنا هذاك الكيله هذيك اللي قلناها نتاع كيما تحبوا 100 غرام، شحال عندكم ما نتاع النوازيت، نوازيت مخلطه تحبوا بلي نوا بلي زاموند كيما تحبوا هكذا، ونخلطو. فريمون هاد الغريبيه تسييوها روعه، ميم في العرس ان شاء الله تسربيوها مع لاتاي. ديجا هاد الغريبيه نديرها وحده بزاف تحبها عزيزه عليا، ونقول لها منا نقول لها ياسمين اكي تشوفي كيفاش راني ندير، ديريها وري لي كيفاش جاتك باسكو تحبيها بزاف. هاي بسم الله، هاي لك دوكا. احنا واش نديرو؟ نحيوهم ونبداو نديرو في الفارين ديالنا، نبداو نزيدو في الفارينة تاعنا. بسم الله، شوفوا ما نرميوش على ضربه باسكو هاد المغربيه هادي تاعنا ندير جوغ نعجنوها، كل ما نعجنوها كل ما تزيد تطرار، دونك سي بور سا ماشي كي نشوفوها طريه نقولوا بلي كنو راهي تزيد تخسها لا فارين، لا لا نديرو ونعجنوها ونشوفو. بسم الله هكذا نخلطو ونشوفو. نزيد، بسم الله هكذا، دوك نلموها نبداو نعجنو فيها، نعجنوها باش هذيك الغريبيه تخرج لنا مليحه ان شاء الله بربي. شوف كل ما رانا هكذا نعجنو كل ما راهي تزيد تنطلق. نزيدو
الميزان ما عندهاش الميزان. هايدو كيفاش نعجنوها ممكن تشوفوا كل ما نعجنوها باش تجينا هشيشه لداخل تجينا بنينه. شوفوا نتوما دوكا كو تقولوا بلي مازال يخصها لا فارين حكا انا هكا فوالا. هادوك الزوج كيلات لي وطيت لكم من قبل جاني ابخي. شوفوا شوف كيفاش تجيني هايليك هكذا. ما نزيدولهاش دركا دركا شتو مالك غير تقعدكم شويه هكا متلاصقه ماشي متلاصقه جاريه جاريه مي هكذا. شوفوا هكذا متلاصقه معليش هكذا اللي لازم تجينا. جاني قريب واحد الكيلو تاع فارينه في هذوك الزوج كيلات اللي درتهم مقبل وريتهم لكم. دوك انا واش ندير دوك؟ انا نغسل يدي نجيب البلاطو بيان سور الكوشه تاعي نشعلوها قلنا توجور ان كاردور قبل ما ندخلوا الحلوه تاعنا باش تكون فريمون سخونه. سوا تحبوا توزنوا ابيبري واحد 30 غرام دوك نشوفوا نجيب لكم ميزان وندير سينو ندير عيني ميزاني ويجوني كامل على حبه مي معليش نجيب الميزان قدامكم وندير الميزان تاعي. وجبت واحد بيض تاع حبيبه ولاد الجاج نضربوه هكذا نضربو. واش ندير ولا بيان سور عندنا هذاك البندق اللي قلت لكم قبل. وقبل ما نديرو حقه في العجين البندق نسيت ما قلت لكمش لازم نحمصوه البندق ولا واش عندكم واش عندكم ديروهم في الفوق شويه يتحمصوا باش تخرج لهم هذيك الريحه نتاعهم تعطينا مليحه في الحلوه تاعنا في الغريبيه ديالنا. ومن بعد كنديروه في العجين تاعنا وهذا بيان سور اللي نحيناه قلت لكم نديروه من الفوق. دوك نوريكمنا غير فاش نرفدو نشعلوا الميزان تاعنا نديروهم استنى تشوفوا 44 41 فوالا 45 45 غرام. ها شوفوا كيفاش نديرهم شتوك شاهي طريه ماشي تقولوا راهي طريه نزيدوا لها لافارين ولا نو هكذا نطولوها نديروها في هذاك البيض تاع ولاد الدجاج ونديروها هنا في البندق تاعنا اللي كنا حمصناه فوالا. دوك تزيد هي تتنفخ مفيهاش لا ليفيغ بصح تتنفخ باسكو خدمتها بيان راهي بارك فوالا 37 39 40 45 فوالا هادي 45 شوفوا هكذا نطلعوها هكذا بصح ما تقعدلناش هكذا تشوفوا هكذا باك نحكموها نديروها هنايا في هذاك البلون دو في هذاك ونعاودو نديروها في لي فروي ساك اللي عندنا. واش تحبوا لي فروي ساك كيما قلت لكم هايليك نكملوا دوك البلاطو كامل ونوريها هايليك الغريبيه نتاعنا درناها هنا في السنيوان راكم تشوفوا كيفاش درناهم هامليك فوالا. دوك حنا واش نديرو نديروهم في الفرن الفوق تاعي كنت مشعلاتو راني مشعلاتو صافي عندي واحد ربع ساعه وانا مشعلاتو قلت لكم راني دايرته على 155 نديروهم في الفوق يطيبو نعسوهم كل وحده والفوق تاعها تعرف كيفاش يطيب نعسوهم نديروهم يطيبو ونوريهم لكم واجدين ان شاء الله. هذيك الغريبيه تاعنا دوك خرجناها من الفوق هاي تشوفوا فيها كيفاش طابت لنا الله يبارك. شوفوا كيفاش جات مشقوقه مشقوقه تماك الغريبيه ما مخدومه بيان سي بور سا كلكم هكذا مشقوقه. واش نقول لكم نقول لكم يا ربي ان شاء الله شهيدكم بالصحه ان شاء الله وتجربوها وتقولوا لي واش رايكم فيها وتقول لكم زينه الا كان حبيتو كاش دي غوسيت ولا وخليوهم لي في لي كومونتير نديرهم لكم. وبيان سور اشتركوا معايا نقول لكم اشتركوا معايا باش يوصلكم كل جديد اضغطوا على الجرس كليكيو على لا كلوش تابونيو معايا هكذا يوصلكم كل حاجه جديده. تبقاو على خير فيديو جديد ان شاء الله.